بالطبع احنا هاي الكمامة والشعارات هي اسنادة للمتظاهرين، شعور لا يوصف اكيد بالملعب وداخل البيت وساحات التظاهرات. ان شاء الله هو تكملة تظاهرتنا السلمية للتغيير من وضع البلد، اصلاح ملاعب، بناء منتخبات، بناء توفير كفل يعني ملاعب ببغداد بالمحافظات، يوفرون شيء للرياضة للمواهب، يحافظون على المواهب، يقدمون لهم شيء حتى واحد يحس بنفسه انه جاي يقدم وعده شيء. رسالة للدولة يعني نقول لهم بالملاعب، بالمدارس، بالشوارع، بكل مكان، وانا صاحب تكتك يعني باي مكان البس كمامات. شنو القضية اللي تحتاج اصلاح كرياضة؟ بالاتحاد، احنا نريد اصلاح نسوي الاتحاد، الاتحاد هم بيه فساد. رسالة مهمة من جماهير الصقور، نتمنى على جماهيرنا استثمار الأوضاع الرياضية لإطلاق رسائل سلام موجهة باتجاه معين لإصلاح الوضع الكروي ووضع البلد بشكل عام، وفي ميسان بطولة كروية للمتظاهرين داخل ساحات الاعتصامات. متابعة الزميلين ذوالفقار البياتي وعلي قاسم. نظام البطولة والتصفيات فردي من ضمن تخص بس أهل المواكب، ست فرق، وحاليا اللي فازوا ثلاثة وصارت قرعة ثانية، صعد فريق الطلاب جامعة الجامعة، وحاليا فريق غيرة العباس وأحرار الثورة هم اليوم مباراتهم. احنا اليوم مشاركتنا بهاي البطولة وتنظيمنا للبطولة نبعثها رسالة سلام إلى جميع الدول بأننا سلميين وسوف نبقى سلميين. شوي نغير من أجواء المظاهرات، أجواء حلوة وإخواننا تجيع، واحد روح وحدة، المظاهرين أخوان إن شاء الله. هذه البطولة ضاعت بصمة جميلة في ميسان، ونقول إلى الدولة نحن مستمرين، رياضيين مستمرين، الشعراء مستمرين، المهاوي مستمرين، كل عناصر الشعب العراقي الموجودة مستمرة في هذه الساحة.